خطأ طبيب أذى عينين حضرتك، سامحته؟ والله أنا زي ما شايفاني لابس النظارة السوداء أسترها عن عيون الناس لأني أدخل عليهم بالمسرة بالورود، فأردت ألا أكون مسرا من جانب ومسيئا من جانب آخر، وأردت يا عين الرحيل فشمرت عن ساعد الفقد المنايا والمحن، أيقظت جرح الفقد من سكراته، وقضى الكتاب عليك عيني والسنن، فإذا بكيتك بالدموع فما أرى إلا الشمال تجود وما يسعفها الوسن. أكتر فصل بتحبه في روايتك، في حياتك، في قصتك، الفصل المحبب إلى قلبك؟ هو قبل مناقشة الدكتوراه وكنت بحلم كل يوم حلم، عشان كده لا إن أنا جات المناقشة والمشرف طلب مني أقول ملخص الرسالة، بفتح الشنطة ما لقيتش الملخص، قلت له أقول من الذاكرة يا فندم، دي لها بهجة تانية خالص خالص. ومناقشتي كانت مناقشة عجيبة من 8 الصبح ل 6 المغرب، وخدت مرتبة الشرف الأولى، تاريخ موجود في الدفاتر الكلام ده. شفت غلب كتير؟ كل حاجة غلب والله العظيم يا بنتي، لو عايزة تتعلمي مني حاجة، أنا لما أحب أبتسم أسأل ربنا إنه يخفف عني بابتسام، وأسوأ حاجة تنكد عليكي إنك تقولي وما تتفهميش. حصل معك؟ حصل معك؟ عمري كله عمرك كله بتقول وما تتفهمش؟ طبعاً